ايه راندم اكسبيرمنت؟ الراندم اكسبيرمنت يا محترمين هي عباره عن اكسبيرمنت هاز تو كونديشنز، ولازم التو كونديشنز ساتسفايد توجذر، ما ينفعش واحد بس. ايه هم يا مستر ياسر؟ قبل ما اعمل اكسبيرمنت انا عارف البوسيبل الاول بوسيبل اوتكمز، عارف كل الاحتمالات اللي ممكن تيجي عندي. طب زي ايه يا مستر ياسر؟ على سبيل المثال الحصر، لما ارمي كوين، انا قبل ما ارمي الكوين لفوق كده انا عارف ان هينزل يا هدي يا ايه، يبقى كده عارف ايه. ها كنت لما ارمي دايس، لما ارمي دايس او داي، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي هيطلع على الابر فيس؟ يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5. هل عمري هرمي دايس وهيطلع مثلا فوق 7؟ مفيش اصلا 7 في الدايس، تمام؟ طب ده كونديشن اوين اللي انا اقدر احدد ان ادفانس. جاست اقول لك دايس انت فاهم من 1 ل 6، اقول لك كوين انت فاهم هيد وتيل، ده فيرست كونديشن. سكند كونديشن ان انت ما تبقاش واثق ايه اللي هيطلع. حتى اللي بيعرف يقرص على الزهره زي بتوع الطاوله وبيرصوا على الزهره، هو بيرقص وممكن تيجي معاه بس مش واثق 100%. اذا معنى كده الراندوم اكسبيرمنت لازم يكون فيه تو كونديشن ساتسفايد. اول حاجه وي كان سبيسيفاي ان ادفانس نو اول بوسيبل اوت كومز. ثاني حاجه وي كانوت بريدكت ويتش اوف ذيس اوت كومز ويل اكزاكتلي اوكير، ما اقدرش احدد اني واحد من الاوت كومز دي بالفعل هيحصل عندي وانا بعمل الاكسبيرمنت بتاعتي. طب لو خدت يا مستر ياسر اللي طلع ده حطيته في بريسز، دي اسمها السامبل سبيس او الاوت كومز سبيس. بيقول لي هنا يا مستر هات لي كده السامبل سبيس، يعني هات لي كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع لو انا جيت يا مستر عملت انجكشن ل 7 ريتس باي سيرتن بويزن اند اوبزرفينج ذا نمبر اوف ريتس ويتش داي. انت عندك يا محترم دايما احنا بنعمل اوبزرف الحاجه، فمثلا في لما يجي برمي دايس انا باوبزرف مين؟ الابر فيس، محدش يبص من الجنب، بص على الحاجه بتاعت فين؟ فوق. انا هنا هاوبزرف مين؟ عدد الفيران اللي هيحصلها ايه؟ الضاي. انا عندي 7 ريتس 7 ريتس وهديهم اسيرتن بويزن، كام واحد هيموت؟ ده احتمال، ده احتمال 7 يموت، لكن ممكن 6، ما جايز واحد واخد ماسك. فبالتالي يا مستر ياسر السامبل سبيس بتاعي ممكن يا مستر انت كيف بالنمبر اوف ريتس ويتش داي، ممكن 7 يموت، الاحتمال واحد مش كل مش لازم. زي رمي الزهره ممكن يجي نمبر 5 يجي نمبر 6 نمبر 4 نمبر 3، 7 يموت 6 يموت. قال طب وممكن 4؟ قال لي جدا. طب ويكفي؟ قال لي ممكن 3 بس اللي يموت، وممكن 2 بس، وممكن 1 بس يموت على فكره، ممكن ولا 1 يموت. يبقى انا كده جبت كل الايه؟ الاحتمالات اللي ممكن تحصل عندي، ده بنسميه اس، وساعتها ال ان اس او عددهم كلهم كام؟ 8 عشان في زيرو معايا. طيب بيقول لي هنا يا مستر ياسر انا عندي سامبل سبيس اوف دروينج وان كارد، هسحب كارت فروم ذا بلاينج كارد كوتشينا، هسحب كارت. طب انت هتبقى انترستد انت اوبزرف ايه؟ هل اوبزرف النمبر اللي ممكن يطلع لي او الفيجر اللي ممكن يطلع؟ انا من غير ما اتكلم انتوا كلكم فكرتوا الارقام من 1 ل 10 ويا ولد يا بنت يا شايب، يبقى انت عشان كده قلت اني ادفانسد. شفت؟ اني ادفانسد. حرمي زهره من 1 ل 6، حرمي كوين هيد وتيل ماك وكتابه في لحظه بتجيبها، حرمي كذا هتجيب كذا. يبقى سامبل سبيس انت شطارتك بقى انك تجمع كل البوسيبل اوت كومز، يبقى عندك 1 2 3 اند سو اون لحد كام؟ بس قايلها انا كده كمان بالفيجر. قال يا مستر ياسر في عندي ممكن جاك ممكن كوين ممكن كينج. ال ان اس هنا بكام حبايبي الحلوين؟ 13. انا عندي 13 احتمال مختلفين ممكن يطلع. بدي كده اسمها راندوم اكسبيرمنت اللي تجيب السامبل سبيس. طب سامبل سبيس اوف توسنج ا كوين توايس، يعني هعمل ايه؟ هجيب كوين وارمي، هعمل توس فيرست توس، ايه اللي ممكن يطلع عندي ساعتها؟ يبقى السكند توس هتيجي هيد وتيل احتمال بعد الهيد، وممكن تيجي هيد وتيل احتمال بعد مين؟ يبقى السامبل سبيس ان توتال بقى ممكن تيجي في الاولى هيد وفي الثانيه هيد، او في الاولى هيد وفي الثانيه تيل، او في الاولى تيل وفي الثانيه هيد، او في الاولى تيل والثانيه ايه؟ تيل. طب مستر ياسر انا دلوقتي عندي 4 احتمالات، 2 ملك 2 كتابه، ملك ورا كتابه او كتابه ورا ايه؟ ملك. اي طب مستر دلوقتي لو انا جيت عملت كده ممكن ساعات لما برمي حاجه مرتين ممكن اخلي دايما الفيرست متعودنا نحطها على الهوريزونتال والسكند على ايه؟ على الفيرتيكال. فاول مره يا مستر انا رميت يا مستر ياسر الكوين كان عندي 2 ايه؟ probability، عندي هيد وتيل، فبعمل 2 فيرتيكال لاين، بحط هنا الهيد وهنا التيل،
في التاني واحدة أنا رميت برضو كوين تاني، فبعمل يا مستر ياسر على الفيرتيكال تو بروبابيلتيز هيد وإيه ها هيد وتاني. فبقول يا مستر ياسر أنا دلوقتي عشان أجيب ديت أنا عندي دلوقتي 4 intersecting point، كل point represents هنا يا مستر order the bill من دول، فالمكان ده عبارة عن هيد مع مين ها؟ طب المكان ده عبارة عن إيه ها؟ لا هيد مع تيل، الفيرست قبل السكند يا محترم، هنا لتيل مع هيد بتفرق؟ قال لي آه قدام هتفرق معانا، وهنا تيل وتيل. ماشي دايما الفيرست كده السكند. طيب يبقى دلوقتي عندي ان اس بتاعتي عبارة عن إيه؟ أربع حالات يا مستر ياسر بمنتهى البساطة. على فكرة انك ترمي اكوين ارتيكال ادا سينجلر كوين ترمي مرتين سيم لما اجي ارمي تو ديستينكت كوينز ايه وانس صح ولا يعني ارمي جنيه وكده ارمي نص جنيه اقدر افرق بينهم بقى من القيمة من الشكل من اللون ايا كان ازاي هفرق بينهم والكلام ده انا كاتبه عند حضراتكم هنا اهو السامبل سبيس عبارة عن اوضة دبير والشاهد هنا ان في طلبة بتبقى فاكرة ان السامبل سبيس ممكن يطلع لترز بس لا ده ممكن يطلع اوضة دبير ممكن زي اللي قبلها يطلع ميكس بالنمبر وكلمات يعني ما فيش شكل لازم يطلع عليه السامبل سبيس يطلع حسب الاكسبيرمنت انت شغال مع مين وهنا السامبل سبيس توسنج تو ديستينكت كوينز وانس هو از ذا سيم از سامبل سبيس بتاع توسنج كوين مالها توايس قال طب مين يجي يساعد مستر يقول له سامبل سبيس اوف ثروينج اضاي انا حمي ده زهره وكده هعمل توسنج للكوين انا بحب دايما اشتغل طالما حاجتين بعمل كده فالضاي انت عندك 6 probability ادي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 وهنا عندي 1 2 عشان ده كوين تاني واحده كوين هيد وايه يبقى لما ارمي زهره كده ارمي كوين ايه اللي هيطلع ممكن 1 مع هيد ممكن 1 مع تيل ممكن 2 12 حاله صح لو انت واد شاطر بقى انا ممكن اجيب لك ال ان اس من غير محل ليه لان وانت بترمي الضاي عندك 6 probabilities وانت بترمي الكوين عندي 2 probabilities التايمز بتاعهم كام 12 فنقدر احدد عشان كده لما في اللي قبلها طلعت فور ليه لان انت رميت الاول كوين وبعد كده كوين تاني ففي الكوين الاولاني عندي احتمالين في الكوين التاني عندي احتمالين اعمل مالتبلاي ما مش بلس اعمل مالتبلاي اعمل ايه ها مالتبلاي بشوف كل رميه هيبقى عندي كام احتمال اشوف كام احتمال في الرميه الاولى كام احتمال في الرميه الثانيه اعمل ده باي ده يطلع معايا النمبر اوف ايه الاول بوسيبل اوت كومز طبعا بقول 1 وهيد 1 وتيل 2 وهيد 2 وتيل 3 وهيد 3 وتيل اند سو اون ممكن تعملها كده وانا بحب بصراحه المنظر ده بيلخص احسن من الهيصه دي كلها يعني بص عشان ارمي الاول ضاي 1 2 3 4 كتير وهيد وتيل هتبقى زحمه ده بيلخص الدنيا بشياكه لو جينا اتكلمنا مع حضراتكم مع حاجه زي كده سامبل سبيس اوف توسنج كوين 3 تايمز حامي الكوين 3 مرات قبل ما احل كده تفتكروا الان اس بكام انا في اول رميه للكوين عندي 2 probability هيد وتيل الرميه الثانيه عندي 2 الرميه الثالثه عندي 2 وقلت من شويه بعمل باي مش بلس عشان دي غلطه اللي بتحصل فيبقى 2 باي 2 4 4 باي 2 8 يبقى انت عشان تعرف النمبر اوف اول probabilities بيفور كارينج ذا اكسبيرمنت شوف انت كل ثرو او كل طص فيه كام probability على حسب عدد البروبابيلتي في كل واحده اعمل ده باي ده باي ده طب لما ارمي الكوين اربع مرات 2 باي 2 16 2 باور 4 خمس مرات 32 2 باور 5 2 خمس مرات طب عايزين نجيب السامبل سبيس ما فيش مشكله يا مستر ياسر انت عندك دلوقتي الفيرست توس عندك هيد اوي طب السكند توس هيحصل عندك ايه قال يا مستر ياسر هيد وتيل بعد الهيد ديت او احتمال هيد وتيل بعد مين ها التيل ديت قال طب في الثيرد توس قال لي عندي هنا كده هيد وايه طب وهنا هيد وتيل طب وهنا هيد وتيل طب وهنا هيد وتيل يبقى سامبل سبيس نمشي بالترتيب بقى ممكن هيد ورا هيد ورا هيد ده احتمال قال طب ما احتمال يجي هيد ورا هيد بس في الاخر يقفل بتيل ممكن يجي هيد ورا تيل ورا هيد قلت له اه وممكن هيد ورا تيل ورا تيل ممكن تيل ورا هيد وهيد وممكن تيل ورا هيد وتيل واحتمال تيل ورا تيل وهيد واحتمال تيل ورا تيل وتيل قال انت عارف ان انا ممكن اوصل البراكتس ديت من غير ما اعمل الحفله اللي هناك تو ازاي قال لي بص بقى علمونا بتوع الماس لما يكون عندك حرمي حاجه او هجيب حاجه ثلاث مرات ثلاث ايه
والحاجه دي ملهاش غير اتنين، ركزوا معايا، probability. الكلام ده بيتكرر فين؟ في حاجتين في المنهج بتاعنا. اول حاجه في الكوين انت ما عندكش غير تو probability، ها الايه الهيت والتيل. وبيتكرر تاني معانا لما بتكلم على السكس بتاع التشيلدرن، لما يكون عندي فاميلي هاف 3 تشيلدرن وانا انترستد بالسكس بتاعهم، هل هو ميل ولا فيميل، هل هو بوي ولا جير. قال يا مستر ياسم من غير ما اعمل القصه دي خالص بقى انا اقول لك كده، ساعتها تعمل 4 هيد او 4 بوي و4 جير. كده تعمل 2 هيد 2 تيل، 2 هيد 2 تيل، بعد كده هيد تيل هيد تيل. كم واحده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 هي 2 باي 2 باي 2 صح. فاول مره كان عندي 2 probability، الثانيه 2 probabilities، وهنا عندي 2 probabilities multiply مش بلس. اوعى يشتغلك في الامتحان. اقول لك sample space of experiment of 3 races، ثلاثه بيسابقوا اوكي، A و B و C، احمد وبهاء ومين وسرير. قال لي ان running race ماشي، and observe the sequence of their arrival. يعني كير بالسيكونس بتاع وصولهم، مين الاول مين التالي مين التالي. طب دلوقتي احنا عايزين نجيب مين الاول، تفتكر مين يبقى الاول؟ ها ممكن احمد، ممكن بهاء، ممكن ايه؟ طب مين هيبقى التاني؟ ها احمد وبهاء ولا سيل؟ ممكن ايه؟ ها ايوه مين قال بي او سي؟ صح شاطر، لان انا لما اوصل احمد الاول ما ينفعش اقول احمد بهاء سريل تاني، ما احمد وصل خلاص الاول، يبقى هو الاول والتاني. لو احمد وصل يبقى باقي مين؟ ها بهاء وسريل. قال طب ما احتمال بهاء يوصل يبقى احمد وايه؟ وممكن سريل يوصل، ناقص مين ومين؟ ما انا بجيب كل الاحتمالات الاول بوسيبل اوت كمز. قال طب يبقى مين التالت ساعتها؟ لو احمد الاول وبهاء التاني يبقى سريل التالت، لو احمد وسريل يبقى بهاء ها سي ها A هوبا B هوبا A. كام واحدة دول؟ 6. مين يقدر يعمل لي هنا اكسبلين هما ليه 6؟ عايز حد صوت يعمل لي اكسبلين. وهما بيسابقوا التلاتة احتمال ده أو ده أو ده. صح؟ التلاتة عندي تلات احتمالات. لكن لما واحد فيهم يوصل ده أو ده أو ده وصل، واحد فيهم وصل يبقى في الحاله الثانيه انا عندي احتمالين. طب لما الثاني يوصل يبقى انا عندي احتمال ايه؟ لما اعمل ملتبلاي 3 باي 2 باي 1 ايكوال 6. لكن لما برمي الكوين فاول مره عندي احتمالين. طب لما برميه ثاني عندي احتمالين، لما برميه ثالث عندي احتمالين، يبقى 2 باي 2 باي 2. بيقول لي A box contains 3 poles، 1 red 1 black 1 white، واحده احمر واحده ابيضه واحده كده، بقت random experiment صح؟ قال لي ابول سيلكتد راندوملي، انا خدت كوره راندوملي هتطلع ايه؟ اخضره؟ لا يا احمره يا ابيضه يا ايه؟ قال لي يا مستر فروم ذا بوكس ذن ريستورد تو ذا بوكس. هي الكلمه دي مهمه اقول لك جدا ان انت ترجعها تاني، انك لما ترجعها تاني ان هي 1 و1 و1 هي كوره وكوره وكوره. فلو هي كوره حمراء وانت خدتها وما رجعتهاش يبقى لو جيت مديت ايدك تاني هتطلع احمر تاني؟ ما خلاص خلصت، لكن لما ارجعها واقلبهم احتمال اطلع احمر تاني. يبقى ساعات بيكون with replacement وساعات بيكون without replacement. Then another ball selected randomly، في واحده ثانيه هيسحب مرتين. فدلوقتي انا عندي الفيرست وعندي الايه؟ ها؟ السكند. في الفيرست انت عندك ثلاث احتمالات، يا ريد يا وايت يا ايه؟ طب في السكند ليه؟ عشان ارجعها تاني، عشان ارجعها ايه؟ تاني، فيبقى عندي ريد تاني وايت تاني. ممكن في الاولى كده امد اجيب كده ايه دي؟ اه دي ريد، لما ارميها واقلبهم وامد تاني اجيب تطلع معايا ايه؟ ريد تانيه. يعني ممكن يطلع ريد مع ريد، واحتمال يطلع ريد مع وايت، ممكن ريد مع بلاك. انت ما جاش في الاول طلع وايت مع وايت مع بلاك مع ريد، اوايت مع وايت اوايت مع بلاك، وجاش في اول بلاك مع وايت بلاك. فاهمين ازاي؟ يبقى عندي كام كيس؟ ليه؟ لان في اول مره ده عندي ثلاث اختيارات، وفي المره الثانيه يبقى كله 3 باي 3 ايكوال كام؟ 9. طب لو كان قال لي without replacement صح؟ ليه؟ لان انا لو خدت ثلاثه انا رد اه رد حطها بره هنا كده، همد ايدي تلاقي رد ثاني؟ يبقى عندي ثلاثه اختيارين صح؟
هلغي رد ورد والغي ده وده والغي ده وده، يبقى عندي بس الباقيين اللي هو ده وده 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 وده. فاهمين يا شامين؟ قلت هنا assuming that لو احنا فرضنا ان احنا drawing polkadot without replacement من غير ما ارجعها تاني، ساعتها هيبقى 6 بس عشان احنا نشيل الايه؟ sample space of tossing a die two consecutive times، يعني جبت مسكت الزهره بتاع الطاوله او زهرتين منهم زي الطاوله كده 6 × 6 36. وبحب اعملها كده بقى، احط 1 2 3 4 5 6 زي ما انا عامل تحت هنا كده اهو. فاهمني ازاي؟ 6 في 6 في 6 في 6 كده. انا اديتك اشهر sample spaces انا ممكن اشتغل عليها. تعال نتكلم على الايفنت. ايه الايفنت؟ انت حاجه بتكون انترستد بيها، ودي يا محترمين يا مهذبين بتكون حته من السامبل سبيس. فانا اجيب السامبل سبيس وانقي منه. بيقول لي هنا مستر ايفنت سبست من السامبل سبيس، قال لي هنا لو انت عندك سامبل سبيس اوف توسينج داي وانس اوبزرفنج الابيرنج فيس داي وانس، يبقى انت بتتكلم في سامبل سبيس عباره عن كام؟ 1 2 3 4 5 مش هقول لك هات سامبل سبيس، بس انت مجبر تجيبه عشان تنقي منه الايفن. هل هاخد الايت؟ انت ما عندكش اصلا ايت في ال. طب الاود؟ طب البرايم؟ A family has three children, not twins. Write the sample space of the sex of the children and the order of their ages. عايز ترتبهم من اول تاني تالت. تعلمنا في النوع دوت من المسائل بقى عامل السامبل سبيس ازاي. ها اقول له بوي 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 جيرل ممكن يجي وراه بوي بوي جيرل جيرل بوي بوي جيرل جيرل ده الوسطاني. يجي في الاخر ممكن بوي جيرل بوي جيرل بوي جيرل بوي جيرل. يا محترمين مفيش اسره في الدنيا كلها في العالم كله عندها 3 اولاد الا عندها حاله من 8 حالات دول. اي حد قاعد دلوقتي الاسره بتاعته فيها 3 هو واحده من كده زيها. ممكن يبقى هو 3 اولاد ولدين وبنت، ولد وبنت ولد، ولد وبنتين بعديه صغيرين، هو ولد الوحيد الكبير، بنت وراها ولدين، بنت وولد في النص وبنت في الاخر، بنتين وجي ولد او ثلاث بنات. قال يبقى كده بقى للليست ذا فولوينج سيتس. عايز ايه واندا؟ تختار له من هنا كام حاله يكون الاولدست تشايلد از ا بوي. اول اربع. يبقى اختار ديت وديت وديت وديت. يقول لي يا مستر ايوان كده ومعامل كده وكاتب 1 2 3 4 اول اربع. اتفقنا؟ طيب عايز يختار فاميلي تكون عندها at least one girl. يبقى هنا at least ديت مش معناها اقل، عشان في ناس بتقول في الايه 3 ولا اقل 1 ولا اقل 7، لا ده اقل حاجه مقبوله. فاختار كل حاجه يا مستر ياس من اول 1 2 ماشي 3 ماشي، يبقى اختار السبعه اللي تحت دول. طب عايز فاميلي has at most one girl، يبقى at most one girl يبقى انا هختار فاميلي فيها بالكتير ايه؟ بنت. ولو مفيش ماشي. طب ديت حلوه دي. طب ديت ماشي بنت يا مش مشكله بنت ماشي بنتين. لا والله طب انا مش عايز ده، انا هاخد ده واخد ده واخد ده واخد ده ده لا او لا. يبقى ات موست يا وان يعني وان يا مفيش، ات ليست وان يا وان يا اكتر. اكسبيرمنت توسينج ا كوين توايس. طبعا عملتها على طول بقى هيد 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 تيل تيل هيد تيل تيل ماشي. Coin two consecutive times to observe the appearance of head and tails. Write the sample space. كتبناها في determine. مين يجيب لي الايفنت A is the appearance of a head in the first toss. أنا عايز head في ال first toss. أول اثنين صح. ديت وديت head في ال first toss. أول اثنين صح. أي طب أنا عايز يا مستر ال B ديت is the appearance of a head in one toss and tail in the other. يعني من الآخر كده التوس فيهم يبقى head. والتوس الثاني يبقى من غير ما يكون كده بالفيرست والسكند، يبقى كام واحده؟ الثانيه والثالثه واحده هيد. يعني عايز هيد مع تيل او تيل مع هيد صح؟ طب عايز هنا اتليست وان هيد على الاقل ايه؟ هيد واحده. لو في اثنين ماشي، ثلاثه ماشي، اربعه ماشي، اي حاجه ماشي، بس على الاقل. طب فين على الاقل هيد واحده؟ اول ثلاثه يبقى اتليست هيد. يعني هيد ايه؟ طب عايز دي دي appearance of two similar outcomes اتنين زي بعض، يبقى head to head وtail to tail. طب at most one head بكتير head
يبقى يا هيد يبقى فيش اخر ثلاثة اثنين لا انا عايز بكتير هيد واحد هداية واحدة بس طب في اثنين هيد وهيد انا مش عايزها دي ما بكتير واحدة طيب في بقى عندي هنا انواع من الايفنتس لو انت قاعد في مكان اول ما تقعد فيه مع مجموعة ناس ولقيت واحد بيستظرف يقول لك ايه انا ممكن اعمل الزهرة دي واجيب لك نمبر 7 ها انت هتعمل ايه لو انت قادر بتصرف صح ما تقولوش ازاي وتخش معاه في النقاش لف وايه ليه 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 عملت كده لان الراجل ده بيهبط في impossible event بيهبط فيه ازاي يعني sample space بتاع داي عبارة عن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ويقول لي يا مستر ياس هجيب لك نمبر 7 فاحسن عشان تبقى راجل محترم تاخد راحتك وايه وتمشي من مكان طب قعدت في مكان تاني رحت بقى قعدت مع جروب تاني لقيت واحد ألزم الاولاني ده فكان ممكن اعمل ابدا الزهره دي ومتاكد ان هيطلع نمبر اقل من 7 بيهبط فين في حاجه هتحصل ما هو بيتكلم في كلام اصله ما ينفعش يتقال ايه هيهبط الزهره اجيب اقل من 7 طب ما اقل من 7 طب انت ليه قمت وسبته ومشيت ما بيتكلم في شور ايفنت لازم هيحصل كده اذا في انواع من الايفنت انا عندي كام نوع عندي 4 في امبوسيبل ايفنت في شور ايفنت في اليمنتري ايفنت او سمبل ايفنت في حاجه اسمها ميتشلي اكسكلوسيف ايفنتس فلازم تدرماين ذا كايند اوف ذا ايفنت بعد كده لازم عارف ده نوعه ايه النوع ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه فهنا لما يقول لي حاجه كده دي اسمها ايه يا جماعه شور ايفنت تعالوا نشوف مع بعض كده هنا في مثلا زي فين يا مستر ياس هنا بيقول لي هنا يا شباب يا محترم يا مهذبه الامبوسيبل ايفنت الايفنت اتس امبوسيبل تو اوكي مستحيل يحصل بيستهبل بص السؤال مثلا يقول لك ايه ها experiment throwing die once event getting number divisible by 9 يعني ايه كلمه divisible by 9 divisible by 9 يا جماعه same is a multiple of 9 يعني ايه multiple of 9 من الاخر كده يعني table 9 عارفين يعني table 9 يعني يا مستر ياسر 9 by 0 9 by 1 by 2 by 3 by 4 by 5 by 6 and so on divisible by 5 0 5 10 15 20 25 30 divisible by 4 0 4 8 12 16 20 الله طب مستر ياسر انا مهم الضاي هجيب حاجه من دول يبقى ده impossible لان انا هاجي في الامتحان اقول لك a box contains 50 cards labeled from 1 to 50 الايفنت ايه it to choose a card divisible by 7 فانا مش عارف يعني ايه divisible by 7 او multiple of 7 مش عارف تحل يعني انت دواء اولا الليبل دي من كام لكام من 1 ل 50 ايه 7 اللي هنا في 0 يعني من 1 يبقى 7 14 21 28 35 49 كام واحده حضرتك طب والايفنت بي انك to choose يا مستر card has a perfect square number يعني ايه perfect square number لازم تفهم الالفاظ دي perfect square number من مرة بقى اللي هي الريوت بتاعها عبارة عن whole number زي 1 by 1 و 2 by 2 و 3 by 3 و 4 by 4 و 5 by 5 و 6 by 6 و 7 by 7 و 8 by 8 و 9 by 9 and so on يا جماعة وهكذا دي اسمها perfect square number فعديت من 1 ل 50 واختار لي البيرفكت سكوير يبقى ال 1 وال 4 وال 9 وال 16 وال 25 وال 36 وال 49 صح؟ وهو اللي بقى اعمل بينهم انترسكشن ويونين وكومبلمنت وديفرنس ولعب من ده فلو مش فاهم الفيربال ديسكريبشنز ديت هتقع يبقى طبعا ده طلع فاي السيرتن ايفنت يا جماعه هو الايفنت ماست اوكي ويتش ماست اوكي لازم هيحصل زي حمي زهره وهيطلع عندي نمبر ليس ذان 7 كله هيطلع يا مستر كله ليس ذان 7 السمبل او الاليمنتري هو في 1 element بس يعني حمي داي زي كده واقول لك انا عايز اجيب نمبر جيتنج نمبر جريتر ذان 3 اكبر من 3 اند ليس ذان 5 ايه اللي اكبر من 3 واصغر من 5 ال 4 طالما واحد بس كده جوه البريسس حاجه واحده بس يبقى ساعتها بنسميها ايه elementary event consists of one element او بنسميها simple event اما الـ exclusive events او mutually exclusive events اللي حافظ الكلام ده بيكون الانترسكشن فاي سواء اتنين كان ايه مع بي الانترسكشن بينهم فاي او اكتر ايه مع بي فاي ايه مع سي فاي